وصلتني للنقطة المهمة عميد، برأيك التوغل البري هل الحزب يعني قادر فعلا على إيقافه بمرحلة معينة، أم إذا قرر الإسرائيلي بده يفوت بيفوت ولو تكبد خسائر؟ يعني هل فعلا الجنود أو عفوا المجاهدين يلي متواجدين في القرى الأمامية قادرين على منع التوغل البري، أم فقط هو اليوم يكبد الإسرائيلي خسائر لحتى يخليه يعيد حساباته؟ ما في شك، هو أنت الكلمة يستنزف المقاتلين، يستنزفهم، يعني قد ما فيهم يضربوا، قد ما فيهم يعملوا، قد ما فيهم، مهم انه المخزون اللي عندهم ينقص. ومتى ما نقص المخزون نحن بنعرف، وبالحروب مرقت ودرسناها هيدي بالعلم العسكري، انه اهم شيء هو انك تامن الطبابه، تامن المخزون، الاكل، تامن والمي والاسلحه، كل شيء كل شيء كل شيء. هلا انا اللي بيخليك تفكر كمان انه هالمقاوم يلي موجود وعم ينجرح كيف عم يتطبب؟ هلا يمكن من قريبه اذا الجرح قريب بيتطبب، بس اذا لا سمح الله صار يعني طارق يعني اصابه بالغه، اصابه بالغه، كيف؟ هيدي كمان من الامور يلي يمكن انا برايي انه ما كانوا او منهم حاسبين، او يمكن كانوا حاسبين وصار في مخزون كبير بضاين سنه يمكن بعد، او ما كانوا حاسبين انه ممكن تتطوق هالمنطقه مثل ما تطوقت هلا، وما كانوا عارفين انه ممكن اسرائيلي يدمر بهالشكل هيدا. رحلة بعيد الاسرائيلي، يعني بعيد طبعا. هل توافقني عميد بانه حتى حزب الله والسيد قبل استشهاده لم يتوقع ان تذهب الامور الى هذا الحال، ان تصل الامور الى هنا؟ يعني كان في قوة الردع، كان في قواعد الاشتباك اللي حكينا فيها اشهر، ولكن فجأة الأمور انقلبت وبطل بقى في أي توازن رعب، ما بقى في أي قواعد اشتباك. فبرأيك هل كان في توقع بأنه هذا الأمر رح يصير؟ هيدا اللي كنت بدي وصلك عليه، هيدا اللي كنت بدي أقول لك عليه، سبقتني أنه خلال 9 أشهر نتفي منها وكنا نقول ما في حرب طبعا، حتى الله يرحمه سمحته ما كان يقول في حرب، كان يقول انا ضد الحرب، وكان عارف انه هو ما بده انه نوصل للي وصلنا له هلا. وكل تحليل ضيوفنا اللي كانوا يكونوا مكانك طبيعي يا عميد يقولوا اكيد ما في حرب، والاسرائيلي جاهز انه يكون في عنده جبهه غزه وعنده جبهه الجنوب، وفي كمان ممكن الحوثيين، وفي الرد الايراني، وساعتها بيوسع الساحات اللي هي وحده الساحات تتوسع عليه، فعلى اساس ما في حرب. واذ فجاه صارت الضاحيه فاضيه، الجنوب القرى الأمامية مدمرة، اغتيل السيد نصر الله، وكمان اليوم هلأ من شوي كمان أعلن الحزب رسميا استشهاد السيد هاشم صفي الدين، وبالتالي وأيضا القادة العسكريين. فجأة انقلبت الأمور بشكل يعني أنا قلت هون من 3 أشهر، قلت أنا الحرب ما في حرب شاملة إلا إذا قصفوا الضاحية وعقاموا بعمليات اغتيال، وسميت انه لا سمح الله انه الامين العام يغتلوا. طب صاروا كلهم؟ صاروا كلهم، صار في حرب. مشان هيك انا يعني هذه القصه مدروء يعني واضحه ومعروفه، انه اسرائيل كانت عم تستطلع لبنان بهال9 أشهر، انه بالنهايه هذا عسكر مدرب وعنده خبرة أوروبية وخبرة أجنبية وخبرة أمريكية، عم بيستطلع لبنان بالنيران اللي كان عم بيضربها على حزب الله وعلى المناطق اللبنانية. بس عندك بالمقابل الشباب بيعرفوا الأرض. طب لا، أنا عم بحكي بالطيران. لا عم بحكي عن توغل البري. طبعا توغل البري في صعوبة أكيد، بتكبد إسرائيل خسائر قد ما بدك. يبقى نتنياهو مصر عليها برأيك؟ يعني هل بيوقف في مكان معين وبيقول أنا حققت ضربات، قدرت أني سدد ضربات للحزب، إن كان باغتيالات إن كان ب تدمير، وأكتفي بهذا ما حققته بالنسبة له، هالنصر اللي هو عم بيعمله بالنسبة له هيك بيسميه، أم بيضل على قصة التوغل البري مع كل ما يتكبده من خسائر بالآليات بالعتاد بالعديد بالجنود؟ أنت حسب رؤيتك العسكرية وفهمك لراس نتنياهو، حسب رؤيتي العسكرية أنه هو هلأ فالت نتنياهو، ما حدا عم بيقول له لا. هلا بتسمع انه يا اخي وقف اطلاق النار، بس ما في شيء جدي، حكي جدي انه وقفوا له اطلاق النار. امتين تتغير المعادله؟ بس ينتخب رئيس جمهوريه امريكا، بدنا نشوف من سياتي، وبالنهايه ما رح يقبل اي رئيس جمهوريه امريكي
انه يتصرف وما يرد على الامريكان. وبتعرف انت انه اليوم الامريكان هن صعب بالواجهه، بس معنوياتهم للامريكان انه هذا عندكم نتنياهو ما بيرد عليكم، ونتنياهو هو رئيس جمهوريه امريكا، مش بس رئيس جمهوريه اوروبا، هيك معتبر حاله هو اهم. بقى انا برايي بتتغير المعادله، وتذكر كلامي لما بتطلع نتيجة الانتخابات، مين ما كان يكون ديمقراطي أو جمهوري مش هون الموضوع، بس ساعتها بيعرف أنه صار في حكي جدي مع رئيس جمهورية اللي بده يجي، مش مثل هلأ عم يحكي مع إدارة رايحة. ومش بس إدارة رايحة، الإدارة الرايحة اللي هو ما بده إياها. طب وفي حال اجت إدارة كمان ما بده إياها يلي هي كامالا هارس؟ هلأ ما عبل لك اللي ما بده إياها، هونيك المشكلة الكبيرة. وساعتها بدك تشوف بالنهاية، أنا ما بدي شيل إيران كمان من الدق، لأنه إيران كمان بتلعب دور كتير مهم. في حال إجت كاميلا هاريس، هي الإيراني بيقدر يتحاور معهم أهين بكتير من أنه يتحاور مع ترامب.